دشنت مؤسسة التواصل التنمية الإنسانية مشروع دعم المراكز الصحية بالمحويت بتقديم أدوية ومحاليل طبية خاصة بالكوليرا للمركز الصحي بالأهجر مديرية شبام كوكبان. يتضمن المشروع عددا من الأسر الطبية وأدوات ومواد نظافة وتعقيم للمركز الصحي. أوضح مدير المركز الصحي دكتور حمير الربع أن عدد المستفيدين من خدمات المركز يصل إلى 1500 حالة من المناطق المجاورة للمديرية وغيرها، ودعا إلى استمرار تقديم الدعم للمركز ورفده بالأدوية والمحاليل الطبية الخاصة بمكافحة الكوليرا والمساهمة في تأثيث بعض الأقسام.